مشاهدينا الاحباء برحب بيكم وحلقه جديده من برنامج الايمان اعلان وحياه بدايه الحلقه برحب بالاخ ثروت فهمي برحب بيك اخ ثروت وال... اهلا بيك يا اخ يباركك احبائي المشاهدين ما زلنا في سلسله اهميه وحتميه الايمان بالنسبه للانسان موضوع حلقه النهارده الامان بالخلاص الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم عن تعريف وتوضيح الفارق ما بين مفهوم الامن والامان خدنا توضيح الفرق بينهما وعرفنا كل واحده على حده وطرحنا بعض الاسئله اللي بنتمنى ان يكون كل مشاهد خد السؤال وبدا يفكر من خلال اختبار ومن خلال حياته الشخصيه كيف يشعر بالامن وكيف بالامان وكيف يتعامل معاه والوسيله للحصول كل الاسئله اللي طرحناها في الحلقه اللي فاتت النهارده بنتكلم عن الحسم بقى الامان بالخلاص. آه نبدا قرايتنا منين اخ ثروت؟ آه مبدئيا احب نقرا نص كتابي في سفر الامثال اصحاح واحد. اتفضل. هو في عده عوامل مرتبطه بالامان وعلاقته بالايمان. وفي نفس الوقت في بعض الاعتبارات الاخرى مه. المرتبطه بالاثنين معا. مه. في سفر الامثال اصحاح واحد اخر ايه في الاصحاح ده. بس اخر لازم ايه اخر ايه في الاصحاح ده بتقول اما المستمع لي فيسكن امنا ويستريح من خوف الشر بس يلزمنا قبل ما نركز على الايه ان احنا نقرا من عدد عشرين اتفضل الحكمه تنادي في الخارج في الشوارع تعطي صوتها تدعو في رؤوس الاسواق في مداخل الابواب في المدينه تبدي كلامها قائلة إلى متى أيها الجهال تحبون الجهل مم. والمستهزئون يصرون بالاستهزاء والحمق يبغضون العلم ارجعوا عند توبيخي ها أنا أفيد لكم روحي أعلمكم كلماتي لأني دعوت فأبيتم ومددت يدي وليس من يبالي بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي مم. فأنا أيضا أضحك عند بليتكم أشمت عند مجيء خوفكم مم. إذا جاء خوفكم كعاصفة وأتت بليتكم كالزوبعة إذا جاءت عليكم شدة وضيق حينئذ يدعونني فلا أستجيب يبكرون إلي فلا يجدونني م. لأنهم أبغضوا, أبغضوا العلم ولم, ولم, يختار ولم يختاروا مخافة الرب لم يرضوا لم يرضو مشورتي رزلوا كل توبيخي فلذلك يأكلون من ثمر طريقهم ويشبعون من مؤامراتهم لأن ارتداد الحمق يقتلهم وراحت, وراحت الجهال تبيدهم اما المستمع لي فيسكن امنا ويستريح من خوف الشر. مم. مبدئيا اتفضل الحكمه مم. الحكمه تنادي ايه هو مفهوم الحكمه؟ يعني هنبدا عشان نقدر نوصل لل للامان للامان بالخلاص ايوه ناخذ الخطوة الأولى الحكمة الحكمة يعني المصدر الأول للحصول على الأمان بالخلاص لأن اللي, اللي بيتكلم هنا م. اللي بيقول أما المستمع لي فيسكن آمنا ويستريح من خوف الشر المتحدث ال 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 هنا الجزئية اللي احنا قرأناها في أمثال واحد بس عشان المشاهد يبقى متابع لنا من عدد عشرين لأخر الحكمة تنادي في الخارج يبقى اللي بيقول أما المستمع لي فيسكن آمنا هو عدد عشرين هو عدد عشرين اللي هو الحكمة اللي هي الحكمة آه. ايه هي الحكمه؟ الحكمه في الكتاب المقدس جاءت بعدة معاني. اخص بالذكر ابرز اربع معاني. امم نمره واحد شخص. الحكمة شخص. الحكمة شخص. امم نمرة اتنين الحكمة صفة. اه صفة. نمرة ثلاثة الحكمة طبيعة. امم ونمرة أربعة الحكمة فن. نبدأ الأولى. الحكمة شخص. يعني بس عشان مرة ثانية أعيد على آه. مسامع المشاهدين الحكمه شخص صفه طبيعه فن الحكمه شخص الحكمه شخص في امثال ثمانية وعدد 12 م. آه. بيقول انا الحكمه م. اسكن الذكاء واجد معرفه التدابير الحكمه شخص شخص وبالرجوع الى كلمه الله م. تعني الرب له كل المجد بناء على ايه ربطته بالرب بناء على ايه؟ اه الكتاب يقول في كورنثوس الاولى على ما اتذكر ومنه انتم بالمسيح يسوع م. الذي صار لنا حكمه من الله وبر وقداسه وفداء مظبوط يبقى شخص الابن هو الحكمه شخص الروح القدس هو الحكمه روح الحكمه روح الحكمه والاعلان والألال. وفي سفر اشعياء كذلك لما بيتكلم اشعياء 11 ها عن سبعة أرواح سبع أرواح سبعة صف... أو سبع أوجه أو مسميات أو صفات للروح القدس بالضبط ويخرج قضيب من جزع يسع وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب روح الحكمة والفهم وروح المشورة والقوة روح المعرفة ومخافة الرب إذا الحكمة شخص شخص الرب يسوع أو الروح القدس أو الروح القدس طب نقدر نقول الحكمة شخص الرب يسوع المسيح نحصل عليه بالروح القدس؟ ممكن طبعا مصدرها الاب لان الكتاب يقول في يعقوب من يعوزه حكمه فليطلب من الله يقصد هنا الاب فاذا اجمالا الحكمه شخص, شخص. آه. برافو نمره اثنين الحكمه طبيعه آه ماشي صفه في سفر آه في رساله يعقوب آه. لما بيتكلم عن الحكمه فبيقول لنا في أصحاح ثلاثة على ما أتذكر يقول آه عن موضوع الحكمة من هو حكيم آه وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة آه وبيتكلم عن صفاتها آه فبيقول أما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مسالمة آه مترفقة آه مزعنة مملوءة رحمة واثمارا صالحة عديمة الريب والرياء م. وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. م. هنا صفة لها سبع مظاهر او سبع انشطة. نسميها مظاهر الحكمة. ايوه. اه. اللي هي من عدد سبعة. بالظبط. في سفر الامثال يقول الحكمة بنت بيتها نحتت اعمدتها آه. السبعة. اذا الحكمة صفة بتترجم من خلال سبع. هذه المظاهر السبعه. مم. وانا شخصيا آه يعني اميل ان حكمه الله هنا آه علاوه على انها صفه آه. بس بالنسبه لله ما بعتبرهاش مجرد صفه مم. مكتسبه لكن صفه ذاتيه نبعة من جلاله. بالنسبة لله طبعا صفة ذاتية. آه. لكن بالنسبة للإنسان هي صفة مكتسبة. مكتسبة. آه. الحكمه ايضا طبيعه لا قبل ما نتكلم عن طبيعه انت قلت أريد بسرعه بس عشان المشاهد يقدر يتابع معانا للحكمه سبع مظاهر <applause> وانت قريتهم في رساله يعقوب ثلاثة آه سبعة يعقوب ثلاثة سبعة نقدر نقولهم مرة تانية آه عشان أوي المشاهد يعني من عدد 13 ثلاثة من عدد ثلاثة آه سبعة ولا تقصد اه, آه سمات الحكمة ك ك ك كصفة من عدد آه 17 آه هنا بيقارن ما بين الحكمه الارضيه والحكمه السماويه فبيقول من عدد 13 من هو حكيم وعالم بينكم فليري اعماله بالتصرف الحسن في, في وداعة, وداعة الحكمه, الحكمة. ولكن ان كان لكم غيره مر وتحزب في قلوبكم فلا, تفتخر فلا تفتخروا وتكذبوا وتجذب. على الحق م. ليست هذه الحكمه نازله من فوق بل هي ارضيه بل هي ارضيه نفسانيه شيطانيه م. لانه حيث الغيره والتحزب هناك التشويش وكل امر رديء اسمح لي لأ في الحته دي يعني في حكمه ارضيه لها مظاهر وفي حكمه سماويه لها مظاهر الحكمه الارضيه كتب هنا مظاهرها تقدر تسميها ثلاثه ثلاث مظاهر آه. غيره آه. تحزب تشويش وراح فاتحها بعد كده كل امر رديء اربع حاجات آه. او امر رديء ده يعني يشمل آه. الكل آه. اه اي حاجه لكن هو بتاع. واضح ثلاث مظاهر واضحة الغيرة التحزب والتشويش دي حكمة أرضية نفسانية شيطانية شيطانية م -م. مش الرب مرة قال كونوا حكماء كالحياة كالحياة دي حكمة إبليس أو حكمة الحياة طب إزاي الرب بيدعونا أن احنا نمتلك الحاجات دي دي حكمة الحياة لا بيقول كونوا حكماء كالحياة آه. يعني ما يكونش عندنا حكمة الحياة لا يكون عندنا الحكمة الإلهية م -م. اللي نقدر نواجه بيها الحكمه الشيطانيه م. مش لكن مش معناه ان انا اكتسب الح... حكمه الحية لا بيقول ده, ده, ده ده دي نقطه مهمه جدا للتوضيح لانه يعني في ناس فهمها غلط في ناس فهمها ان انا اكون حكيم زي الشيطان فاستخدم اساليب المكر والخداع وال... لا 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 والا لا. كده الكتاب بينقد نفسه بالظبط عشان كده بيقول لك النوع ده من الحكمه م. ارضيه نفسانيه شيطانيه م. مش من الرب ابدا م. لانه حيث الغيره والتحزب هناك التشويش م. وكل امر رديء. م. واما الحكمه التي من فوق دي صفاتها السبعه بقى. م. فهي اولا طاهره، م. اثنين مسالمه، ثلاثة مترفقه، اربعه مزعنة م. خمسه مملوءه رحمه وأسمارا صالحه، م. سته عديمه واثمارا صالحه سته عديمه الريب والرياء سبعه. وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام, يبقى السلام. سبع مظاهر للحكمه مقابل ثلاث مظاهر للحكمه الارضيه النفسانية الشيطانيه اذا الحكمه شخص, شخص. حكمة الحكم. صفه, صفة. صفة. الحكمة. لها مظاهر صفه لها مظاهر سبعه الحكمه طبيعه الحكمه طبيعه لما عبد الرب يهوذا يقول م. والقادر ان يحفظكم غير عثرين م. ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج الإله الحكيم, الحكيم. طب ليه سميتها هنا طبيعة ما سميتهاش صفة ذاتية لأن الحقيقة أنا أميل أنها طبيعة لأن إيه يعني الفصل بينها وبين روح المعرفة أو روح الحكمة م. هو روح الله فما قدرش يعني صحيح هي صفات الله الادبيه السبعه من آه. ضمنها الحكمه لكن زي ما اتفقنا لا إن ممكن تقول لي عشان برضو احنا ممكن يكون قدامنا شخص يعني احباء بيشاهدونا ما يكونش عندهم خلفيه عن المفاهيم الروحيه عايزين نبسط بعض الامور استاذنك انت قلت صفات الله الادبيه السبعه ممكن تقول للمشاهد ما هي صفات الله الادبيه السبعه إحنا كده هندخل في لا ده مسميات لا يعني مثلا الامانه م. العدل م. البر م. المحبه م. الرحمه م. الحكمه م. دي صفات الله الادبيه م. اما طبيعه الله الذاتيه هو شخص م. هو روح م. هو ثالوث هو الكلمه أه. ده اللي هنكمله بعد الفاصل احبائنا المشاهدين تابعونا بعد الفاصل وهنتكلم زي ما اتكلمنا عن الحكمه شخص حكمه صفه هنتابع الحكمه طبيعه والحكمه فن تابعونا بعد الفاصل شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at -tv .com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.karmatv.com أو راسلنا على P.O. Box 36106 Beach, California 90740 مرة تانية أحب بقى المشاهدين برحب بيكم قبل الفاصل كنا بنتكلم عن تعريف الحكمة قلنا أن الحكمة شخص الحكمة صفة له مظاهر أو لها مظاهر سبعة قرأناها من رسالة يعقوب اصح ثلاثة من عدد 13 وكنا قبل الفاصل بنقول أيضا أن الحكمة طبيعة في رسالة يهوذا الإله الحكيم قلنا الحاجة الرابعة للحكمة الحكمة فن فن فضل. فن تحقيق المقاصد والغايات الصحيحة م. بالطرق الأدبية والروحية السليمة م. طيب. تاني آه. فن تحقيق المقاصد والغايات م. الصحيحة م. بالطرق الأدبية يعني الصواب وليست الخطأ بالضبط والروحية التي م. تتفق مع كلمة الله ولا تتعارض معها م. الصحيحة أيضا مش الغاية مثل... تبرر الوسيلة اديني مثال ما قدامي هدف اه الهدف ده لازم يكون هدف صحيح علشان احققه ما اخدش اي طرق ملتويه بالتاكيد اه لا غايه تبرر وسيلة ولا ضرورات تباح المحظورات بالتاكيد يعني لا يوجد اي اعوجاج في التنفيذ في, التنفيذ يبقى الهدف صحيح اه ونفذه بطريقه صحيحه اه هي دي الحكمه اختيار الهدف الصحيح اللي حسب مقاصد الله ليا تنفيذه بطريقه صحيحه وهكذا كل امور الله طيب هل هناك شيء كتابي تؤيد به هذا اه يعني أو مثل هي الحكمه ليها آه يعني الحكمه بالنسبه للرب له كل المجد باعتباره انه هو الحكمه ومصدر الحكم. في شخصه وطبيعته وصفته وكل اداءاته آه. اللي تمت وبتتم وهتم آه. المتشعب فيها الحكمه ومتغلغله في كل جزئياتها. يقول له المرنم ما اعظم اعمالك يا الله. كلها بحكمه كرخل. كلها بحكمه صنعت. لكن تتجلى حكمه الله في ابرز اعماله الصليب. الصليب. خلينا نقرا مع بعض كورنثوس الاولى اصحاح واحد. امين. ونشوف كيف تجلت حكمه الله في الصليب. اه. كان العالم في حكمه الله م. لم يعرف الله بالحكمه. استحسن الله ان يخلص المؤمنين بجهاله الكرازه اللي هو الصليب, الصليب. خلينا ناخذ النص الكتابي ده نقوله من اوله يا اخي ثروت من عدد 18 اه كلمه الصليب عند الهالكين جهاله واما عندنا واما عندنا نحن المخلصين فهي قوة, قوة الله, الله. لانه مكتوب سأبيت حكمه الحكماء وارفض فهم الفهماء اين الحكيم اين الكاتب اين مباحث هذا الدار ألم يجهل ألم يجهل الله حكمة هذا العالم حكمة هذا العالم لأنه إسكان العالم في حكمة الله اللي هي الصليب مم. لم يعرف الله بالحكمة مم. البشرية مزعب. استحسن الله أن, أن يخلص المؤمنين, المؤمنين بجهالة الكرازة بجهالة الكرازة مش جهالة الكارثة آه. اللي هي من وجهة نظر الناس لا بس عايزين نفصص الأمور دي لأنها فيها شوائب كتير أوضحها لك لا من أول التعبير اللي قلته ألم يجهل يجهل الله يجهل, يجهل, يجهل الله حكمة هذا يجهل يجاهل يعني أه. شوف <applause> آه. يعني الع... يحمق مثلاً؟ اه العالم آه. أو يحكم عليها بالجهل؟ اه العالم م. انقسم إلى أربع فئات نمرة واحد الحكماء نمرة اثنين الأقوياء نمرة ثلاثة الـ الجهلاء م. ونمر أربعة المتدينين نقولهم تاني الحكماء الحكماء دول يتركزوا في الرومان كان العالم شوري في اليونان ب... ولا سيما إنها كانت يعني أرض وطن للفلسفة ب... وما مازالت يعني يعني ما زالت الحكمة اليونانية بتدرس حتى وقتنا الحالي يعني بالظبط يعني الحكماء الحكماء اتركزوا في اليونان اه والأقوياء اتركزوا في الرومان في الرومان والجهلاء تركزوا في فئة وقتها كان اسمهم البرابرة بالضبط أما المتدينين في, في اليهود, اليهود. بولس الرسول قسم الفئات الأربعة دول الاثنين بس فسمى الت... الحكماء والجهلاء مهنة. والأقوياء سماهم الغرلة آه يعني على سبيل ال... إنجيل الختان واليهود و... سماهم الختان آه. التلاتة دول سماهم بدون الناموس والفئة الرابعة سماها تحت الناموس رايح يوصل الانجيل ليهم م. ايه هو الانجيل؟ بشارة الخلاص بشارة الخلاص ومضمونها ايه؟ ان المسيح مات وقام اتنين دفن دفن اه تلاتة قام م. أربعة ظهر خمسة صعد ستة جلس سبعه م. جاي للاختطاف بالزبط. فلما رايح وصل الانجيل م. عمل المسيح الكامل الفدائي والنهائي م. كل فئه من هذه الفئات الاربعه لها منظور لها رد فعل الاقوياء بصوا, بصوا للصليب على انه ضعف الحكماء بصوا للصليب على انه جهل جهل اللي بتقوله ده البرابره بصوا الصليب مش فارق معاهم مش فاهمين في حاجه مش فاهمين حاجه المتدينين اليهود بصوا للصليب ربنا يعمل كده فكان بالنسبه لهم عصره بزرط. لكن بولس بيقولك لك هو ايه لسه الناس دي موجوده دلوقتي والفئات الاربعه موجودين دلوقتي آه يعني كل لاز... الجنس البشري اه في ناس تقولك لك ايه اللي جاي تبشر لي بيه يعني ايه صليب ايه الخشب اللي انت بتقول عليها في ناس تقولك لك ازاي ربنا يعمل كده عصره آه. هو ده اللي حادث. وفي ناس مش فاهمه وفي ناس مش فاهمه آه. لكن بولس الرسول بيقول نحن نكرز بالمسيح مصلوبا بيكمل آه. هنا بقى بتفضل. لان اليهود هنا بيقول من عدد 21 لانه إسكان كان العالم في حكمه الله لم يعرف الله بالحكم, لم يعرف الله بالحكم. حكمه الله في الصليب آه. مش قادرين يعرفوها بالحكمه البشريه بتاعتهم بالظبط استحسن الله ان يخلص المؤمنين بجهل. بجهاله الكرازه يعني هم من وجهه نظرهم الجهل ده 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 جهل لكن أوه. هي دي حكمه الله م. لان اليهود يسالون ايه لان متعودين على الايات في العهد القديم اه وريني معجزه مش أوه تقولي الصليب اي ايه ترينا تريد ان تريد <applause> واليونانيين يطلبون حكمه بكلمني بالمنطق لكن بولس بيقول لك ايه ولكننا نحن نكرز بالمسيح, بالمسيح مصلوبا لليهود عثره ولليونانيين جهاله واما للمدعوين بقى في ناس مدعوه من هنا ومن هنا يهودا يعني ويونانيين اه المدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح المسيح قوه الله وحكمه الله 25 بقى الايه دي ايه 25 فيها سوء فهم شويه اتفضل اقراها لان جهاله الله <applause> حد يقول لك يعني عيب الكلام ده الله عنده جهاله هو هو الله ما عندوش جهاله حاشا لكن الجهاله هنا من وجهه نظر الحكماء اللي بصوا للصليب على انه جهاله اه حكموا على ان هذا الامر جهالة جهال. فهنا بولس بيرد عليهم بس بلغات خلي بالكوا اللي انتوا بتقول عليه دي دي انتوا الله جهالة الله ده احكم من الناس وضعف وضعف الله يعني بيرد على اليونانيين وبيرد على الرومانيين بيرد م. على الحكماء وبيرد على الاقوياء م. فبيقول للاولانيين جهالة الله احكم من الناس وضعف الله <applause> أقوى, اقوى من, من الناس من ومره بولس قال لك ايه مع انه صلب من ضعف م. لكنه حي مم. بقوة الله وتعين ابن الله بقوة مم. تعين يعني تبرهن مم. ابن الله بقوة من جهة روح القداسة مم. بالقيامة من الأموات وبناء عليه مم. حكمة الله تجلت في الصليب الحكمة فن لكن هذا الفن تجلى في الصليب حكمه الله التي تجلت في الصليب م. بيكرز بيها بالروح القدس في الاصحاح الثاني بيقول لنا اللي هو نفسه روح الحكمه روح الحكمه بيقول لنا ايه بقى في الاصحاح الثاني انا لما اتيت اليكم ايها الاخوه اتيت ليس, ليس بسمو الكلام م. او الحكمه البشريه يعني مناديا ملادي. لكم بشهاده الله م. لاني لم اعزم ان اعرف شيئا بينكم الا يسوع المسيح م. واياه مصلوب وانا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعد كثيره وكلامي وكرازتي لم يكون بكلام الحكمه الانسانيه المقنع بل ببرهان الروح والقوه اشمعنى لكي لا يكون ايمانكم بحكمه, بحكمة الناس إن... بل بقوه الله لاني لست استحي بانجيل المسيح م. لانه قوه الله للخلاص م. لكل من يؤمن لليهودي اولا واليهودي. ثم لليوناني بس هنا بيكمل يقول. بس إحنا بنتكلم بحكمة بين, بين, بين الكاملين يعني الناضجين ولكن بحكمة ليست من هذا من الظهر، الده... ولا من عظماء هذا الظهر الذين يبطلون، بل نتكلم بحكمة الله في سر الحكمة الل... المكتومة، ال... أيوة التي سبق الله فعينها قبل, قبل الظهور لمجدنا، التي لم يعلمها أحد من عظماء هذا الظهر، لأن لو عرفوا لما صلبوا رب المجد، بل كما هو هنا بيكلم عن الصليب. مم. بل كما هو مكتوب ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه فأعلنه الله لنا نحن بروحي بروحه لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله إذا حكمة الله تجلت في الصليب وأعلنت أيضا بالروح القدس بالروح القدس وده اللي بيأكده في روميا الإصحاح الأول عن إنجيل الله الذي سبق فوعد به بأنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود الذي صار من نسل داود من جهة الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات يسوع المسيح ربنا الذي به لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الكتب أمين. المحصلة الإجمالية م. آية واحدة بس قبل ما نختم الحلقة م. في أفسس أصحاح واحد عدد سبعة وعدد ثمانية. المحصلة الإجمالية لحكمة الله التي تجلت في الصليب وأعلنت بالروح القدس في المحصلة الإجمالية بتاعتها أفسس واحد بيقول لنا إيه؟ الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا. حسب غنى نعمته التي اجزلها اجزلها لنا بكل, بكل حكمة, حكمة وفطنه وفطنه الغفران المحصله الاجماليه. مم. ألعل الحكمه تنادي. لا تنادي والحكمه من خلال صليب المسيح تنادي على كل انسان في العالم ونكمل بعد كده في النص الكتابي امين. رائع جدا ربنا يباركك لكن اللي, اللي حابب اتركه للمشاهد آه والآخر كلمات للأخ ثروت أن الحكمة فن تجلت في الصليب حكمة الله تجلت في الصليب وأعلنت لنا بالروح القدس وما زال الروح القدس يخبر ومحصلتها الغفران. الغفران تصل إلى الغفران تحصل على الغفران لنوال الحياة الأبدية والأمان في الحياة الزمنية أمين وما زالت الحكمة تنادي لعل الحكمة تنادي الحكمة تنادي عليك النهاردة انك تقبل المسيح كمخلص شخص لحياتك تتمتع بقوه عمل المسيح على الصليب تتمتع بالغفران تصل وتنال الحياه الابديه تصير ابن مخلص بدم يسوع المسيح اشكرك اخ ثروت بشكركم احبائنا المشاهدين الى اللقاء احبائنا المشاهدين في حلقه جديده من برنامج الايمان اعلان وحياه الرب معكم